وندخل دلوقتي على آخر معابد النوبة، درة معابد النوبة، معبد أبو سمبل، المعبد الكبير والمعبد الصغير للملك رمسيس الثاني، المعبدين العظيمين اللي بيمثلوا عندي أحد أروع نماذج المعابد المصرية على الإطلاق. المعبدين زي ما احنا عارفين، أو كلمة أبو سمبل قبل ما ندخل بقى ونشتغل عليهم، هنلاحظ إن القصة الشهيرة اللي بتحكي عن بلزوني وبرخرت والولد الصغير سمبل اللي وراهم مكان المعبد فتسمى المعبد أبو سمبل، دي قصة شائعة بيننا. في قصة تانية بتقول إن سنابل القمح الصغيرة أو السنابل اللي كانت بتطلع حوالين المعبد كانوا بيلاحظوها، فبيقولوا إحنا رايحين عند المكان اللي فيه السنبلة أو السنابل. وإن كان في رأي تالت لطيف، فكرة زي ما بيقول بتراود فكر أستاذنا العزيز الدكتور أحمد عيسى، بيقول إنها جاية من الكلمة المصرية بو سمبت ومعناها مكان الحاجز، على أساس إن المعبد هو الحاجز مع النوبة. المعبد بيرتبط عندي ليه كمان بحاجة مهمة جدا، بإنقاذ المعبد. إنقاذ المعبد احنا عارفين انه مرتبط مع إنشاء السد العالي، ومن 9 يناير 60 مصر بدأت عملية نقل المعبد أو الفكر في نقل المعبد مع ارتفاع منسوب المية ببحيرة ناصر. من هنا كان المشروع بنقل التماثيل وتقطيعها عن طريق النحات المصري اللي اسمه أحمد عثمان، وبدأت الفكرة في 64 لنقل المعبد مع ارتفاع المية، وتمت في صيف 1968 بعد نقل 807 بلوك حجر من المعبد الكبير و235 بلوك حجر من المعبد الصغير، وانتهت الفكرة في 68 زي ما قلت لحضراتكم بوضع المعبد، بعد ما اتعمل زي جسر من الطوب او جسر من الرمل عشان يسد المكان مع ارتفاع منسوب المية عند بحيرة ناصر. اترفع المعبد وتمت عملية النقل بالكامل للمعبدين، المعبد الكبير المخصص لرمسيس وراح ورختي وبتاح وأمون، والمعبد الصغير لحتحور نفرتاري. وزي ما بنشوف الجسر اللطيف اللي اتعمل في الخلف كأنه أصبح الرامب اللي ببني عليه المعبد بالكامل، بعيد بناء المعبد على الحيز الجديد بتاعه. المعبد في كل تفاصيله بكل أشكاله هو نموذج رائع للمعابد المصرية، ويمثل قمة من قمم الإبداعات اللي بيقوم بيها المصري القديم في تمثيل حدود. وهنبدأ دلوقتي نخش المعبد الكبير لرمسيس الثاني بالأربع تماثيل الضخمين اللي انت شايفينهم، وفيهم الإفريز اللطيف اللي فيه ألقاب الملك وشكل القردة. والقرد بالنسبة لي في الحضارة المصرية ده شيء مهم جدا وله أهمية غير عادية. القرد كان مرتبط ببعض الآلهة زي حج ور، كان واحد من الآلهة المثلة على هيئة القرد، المعبود جحوتي طبعا الإله كان له القرد، كمان كان مرتبط انه بيهلل للشمس زي ما احنا شايفين وعارفين في ابو سمبل المنظر الشهير، وكان كمان مرتبط باوزوريس ومرتبط باولاد حرس، الاولاد حرس الاربعه اللي بنسميهم اولاد اوزوريس الاربعه، طبعا التسميه دي بنتفق نعدل. القرود قاعده بتهلل وقاعده على ركبها وبتهلل اله الشمس، لانه كمان ارتبط بالدقه والساعه المائيه، لان قلنا ان القرد بالليل عمليه قضاء الحاجه بتاعته اللي بتتم بشكل منضبط كل وقت محدد بالظبط هي اللي كانت بتؤدي لعمليه الثبات. علشان كده لما قلت لكم لما نلاقي الملك بيقدم القرد ده معناها انه بيقدم الساعه المائيه، الساعه المائيه لما بتتقدم او القرد لما بيهلل، دي كلها ادوار للقرده واهميتها في الحضاره المصريه. الافريز اللي تحتها بنقرا عليه الالقاب الخمسه بتاعه الملك رمسيس الثاني اللي بتيجي من عنخ فليحيى، حركانخت حورس الثور القوي، مريمايت محبوب العدالة، نسود بيتي ملك مصر العليا والسفلى، أسر مايت راست بإن رع، سارا رعمسو مري إيمن، مري راح رختي نتر ع، فليحيى حورس الثور القوي محبوب العدالة ملك مصر العليا والسفلى، قوة عدالة رع المختار من رع ابن الشمس، رعمسيس محبوب أمون محبوب حورس الاله العظيم. هنلاقي في النص في عنخ في النص، بعدين افريز نصه ماشي شمال ونصه ماشي يمين، دي الالقاب الملكيه موزعه يمينا ويسارا للملك رمسيس الثاني في معبده الكبير. هنعدي بقى من خلاص شفنا كده الافريز من بعيد، نبدا بقى توكل على الله، نمشي على الافريز الخشب اللي اخونا احمد صالح دايما يمسك لنا علامه العنخ ويقف كده عليه
قدام المعبد هنلاقي لوحتين، اللوحه الجنوبيه واللوحه الشماليه. اللوحه الجنوبيه الوش الشمالي منها او الناحيه الشماليه منها عليها منظر حلو، رمسيس بيحرق البخور قدام امون اللي مكسور وشه، لكن باين من النص ان هو امون رعى ابن سوتاوي سيد عروش الارضين، وراه بتاح وراه اله عليه انثى الاسد من الهيروغليف واضح انها ولد حكاووس صوره من صور ايزيس. الظهر بتاعها او الجزء الجنوبي للوحه مش هنلاقي منها بعد الريكونستراكشن اللي تمها غير قدمين بشريتين ربما يكونوا للملك او ليلى. اللوحه الشمالية عليها منظر، الجزء الأول منها أو الواجهة بتاعتها الجانب الشمالي منها رمسيس بيقدم القرابين وصاد راح رختي اللي بتجيله الحياة، إنما المنظر التاني أو الجزء الغربي منها ده من أروع المناظر. الجزء الغربي ده اللي كأنه الكتف اللي بيدخلني المعبد، ليه بقى اللي كأنه يعني الكتف اللي على وجهة المعبد؟ لأن رمسيس بيقول فيه عق عق النتر، الدخول للحوت نتر، الدخول للمعبد العظيم، وعب سب فيدو يطهر، يتكرر التطهير 4 مرات، فكأنه جزء من التطهير أو كأنه ترحيب أو كأنه إدخال إلى المعبد. الجزء الجنوبي رمسيس الثاني بيقدم بوكيه الورد أو بقات الزهور يعني لأمون وراح رختي وجحوتي، و16 سطر بيتكلموا على القرابين والأشياء اللي هو بيقوم بها رمسيس الثاني في داخل المعبد لسه للمجمع الإلهي المقدس. نبدأ بقى التراس الشمالي، هنلاقي تمثالين لرمسيس الثاني طبعا القاعده بتاعتهم. انا يهمني بقى نقرا اللي موجود تحت القاعده، موجود على القاعده من تحت مع النصوص بتاعه الملك جنب الخرطوش الشمال، هنلاقي فيه لقب حلو قوي نبتي ميكي كيمت وعيف خاسوت. ده الحاجه الاساسيه لكل ملك يحكم مصر، حامي مصر قاهر الاجانب، نبتي ميكي كيمت وعيف خاسوت، بيكررها الملك رمسيس الثاني بشكل رائع في التماثيل وحتى التمثال الاوزيري بتاعه اللي موجود على الناحيه الشماليه. وتحت اللوحة دي بنلاقي بقية الألقاب بتكمل بقى في إفريز عرضي، إن الملك حاكم ولخيت العالم تلخيت، لكن أهم جزء فيها بصوا في الآخر كلمة سمن هيبو، قبلها كلمة تابن حاكم الأرض، سمن هيبو مثبت القوانين، يعني هنا شخص يعني حاجة قوة للملك بيأدي بيها في حكمه وعمله، مثبت القوانين إنه هو حاكم الأرض وكل ينتهي الإفريز ويكمل بعد كده، إنه ما بيعملش حاجة وإن هو اللي مفيش حاجة بتحصل سيئة من جلالته و و و و بعد كده بيجي النص اللي بيختم بيه رمسيس. إيرن إف منو إف إن إيت إف راح رختي نبتوي إيونو دي عنخ، يعني انه يعمل اثار. شوف خلوا بالكم من هنا، انه يعمل اير ما قالش سيماو، لما بيدخل ده بقى دي ترفع تهمه النصب والاغتصاب على رمسيس. رمسيس هنا بيقول هو عمل وهناك بيقول سيماو، هناك سيماو جدد وهنا اير اف هو عمل الاثار لابوه راحوا رخت سيد الارضين وسيد ايونو موهب الحياه او معطي الحياه. هناخد بقى زي ما قلنا ان احنا بناخد المعبد حته حته، يعني بنحاول ان احنا نكون مع المعبد جزء جزء. مع التماثيل الشماليه في اللوحه الشماليه الموجوده في احد الاطراف، لوحه في الطرف كده في الطرف الشمالي يمكن زي ما السهم رايح لها، اللوحه متصور عليها منظر مزدوج للملك بيقدم القرابين وانواع القرابين بيقدمها قدام راح ورخ، لوحه بارتفاع 3.40 متر وعرض 1.80 متر. اللوحه دي اهميتها النص عادي جدا، يعني نص موجود ما فيهاش اي مشكله، 36 سطر بيحكوا على القرابين والحاجه اللي بيقدمها، لكن الحائط الجنوبي اللي جنبها او الحائط اللي ناحيه الجنوب اللي كانه على التمثال ده اللي فيها منظر من اروع المناظر. رمسيس بيحرق البخور قصاد امون وموت وخنصه، امون وموت اسف وراح ورختي وست وعشتارت، عشتارت الإله الآسيوية اللي بتيجي عينات وعشتارت وقالت لجان، والست متمثل بالشكل بتاعه، لكن الجزء السفلي اللي مرسوم متصور عليه الابن الملكي حاكم كوش اللي هو سيتي وراء ابنه وراء حفيده. اللقب الهيروغليفي اللي موجود للملك اللي موجود هنا مش رمسيس الثاني، رامسو سيبتاح، الملك رامسو سيبتاح، وهو هنا بيقدم القرابين دي وهو لابس تاج الخبرش او بيحرق البخور، وحاكم كوش بيبتهل مداعيا للملك وبيقدم كل النصوص زي ما خدنا التراس الشمالي. التراس الجنوبي نفس النصوص، التماثيل بهيئة الصقر الموجودة، الكاهن اللي واقف على قاعدة التمثال يمكن شفناه هناك اللي مكتوب جد ميدو إين حر السم حر إيون متف، الكاهن إيون متف اللي هو صورة من صور الكهنوت الحورس. بعد كده بنشوف نفس النصوص الهيروغليفي ما فيش فيها أي مشكلة ماشية معايا، بلاقي بعد كده عندي في الممر الجنوبي برضو لوحتين، لوحة علي في أقصى الجنوب منحوتة في الصخر، ودي اللوحة الأشهر الموجودة عندي اللي بنعرفها باسم لوحة
الزواج. لوحة الزواج دي بتحكي، اللوحة بتحكي القصة في السنة 34 من حكم رمسيس الثاني وجوازه من معتحر نفرورا اللي هي بنت الملك الحيسي. اللوحة بتحكي فيها النصوص بتاعتها الآتي، بتحكي ازاي حصل الاتفاق ما بين البلدين بانه يتم من خلال الخطوط العامة لهذا الجواز ورحلة ووصول بنت ملك الحيسيين الى مصر، اللي رمسيس الثاني قال انها كانت بديعة الوجه، كان قال عليها انها جميلة لك. لو بصينا على اللوحة هنلاقي الافريز اللي فوق افريز لخراطيش رمسيس الثاني وحرس البحر والشمس المجنحة اللي بتحمي، افريز حي كبرى، ثم قلب المنظر اللي بيكمل بعد كده النص. المنظر رمسيس قاعد ورا ست، وزي ما بقول لكم دايما ست بيلعب معاه، يعني ست بيرفع ايده، ست ستي، كانه هنا بيعلن نسبه لست والالوهيه واسم ابوه. قدامه بتحت تنين الملك اللي رفع ايده، ثم وراهم البنت معتحور نفرورا بنت ملك الحيثيين، وابوها بيرفعوا ايديهم بعلامه الاحترام والتبجيل، كانهم جايين او وصول البنت الى مصر كزوجه لرمسيس الثاني وفقا للمعاهده او للاتفاق اللي تم بين البلدين. اللوحة الجنوبية زي اللوحة الشمالية كده، اللوحة في الحائط جوه برضو اللوحة عليها رمسيس الثاني بيقدم القرابين لأمون وراح ورختي وحورس بشكل من الأشكال بتاعت حورس في النوبة، بيسموها حرمها، ربما تكون المنطقة بتاعت أبو سمبل أو المنطقة المجاورة ليها. النص الهيروغليفي الموجود عندي 23 نص سطر بيمثل عندي التقدمات اللي بيقوم بها الملك، وبيوصف نفس الملك في النصوص دي بأن هو الأسد المنتصر، ابن آوى السريع، القوي العظيم، يعني بيوصف نفسه توصيفات غريبة جدا. الافريز اللي ورا الملك، الافريز العتق او الكتفين من ورا، الكتف الشمال بيعلن فيه الملك انه بيعمل كل شيء كملك مصر العليا والسفلى، ابن راع كذا للاله امون، والناحيه الثانيه بيعملها كلها اللي هي في ظهر حورس بيعملها باسم الاله راع حور اختي. الناش اللي على الجدار هنا بيمثل المبعوث الملكي او الويبراني سوت اللي هو الرسول الملكي، اللي اسمه موجود في السطر الرابع من اللوحه دي، بيقول ان هو الرخت بوتح برخت بيت اف او رخت بيت اف المبعوث من الملك، بيتعبد قصاد الاله امون، بيعمل ان هو بيقول في الاربع سطور بتوع اللوحه دول او الخمس سطور بتوع اللوحه، بيقول ان هو بيخلد زياره رمسيس سبتاح لتقدمه سيتي الحاكم او النائب الملكي في كوش. نختم بقى زيارتنا النهارده لابو سمبل ايش كبير، ابو سمبل الكبير بالتماثيل الاربعه، التماثيل الاربعه اللي موجوده على الجنيه الورق على فكره، بالتمثالين الشماليين، تمثالين ضخمين، تعرف تمثيل شماليين من الجنوبين، تمثيل شماليين هم المكتملين. التمثالين الملك جالس بالتاج المزدوج بحية الكبرى باللحية، تمثيل طبيعية جدا. على القاعدة موجود حابي الشمال والجنوب، بيقول له انا بدي جد ميدوين حابي دي نينيك طامحيت، بدي لك كل ارض الشمال خاصة نبت غير تشبوتي اك، الصندلين اللي في اخر سطر تحت عليك، يعني تحت رجليك او تحت اقدامك. بعد كده بنشوف على التمثالين، على التمثالين دول في زي ما يكون طوب متركب، ده حطه سيتي الثاني وكتب عليه القابه لما وصل الى المكان. لكن بعرف من دول التماثيل الشماليه سي ان انا تهت، سي ان انا عملت، ببص لملامح الاسرى اللي موجودين، دي ما تنفعش ملامح نوبيه، دي ملامح الاسيويين باللحيه بالشعر بتاعها، يبقى دي التماثيل الشماليه، يعني كل اعداء الشمال. باجي بقى شوف بقى ما بين الرجلين التماثيل في ست افراد دايما، ما قبل نبدا من التمثال اللي على ايدينا الشمال، بلاقي بره ما بين الرجلين بره، اول واحده بره دي نفرتاري، ما بين الرجلين رعمسو، جنبها باكيت موت، ما بين التمثالين ميديت امون، في ما بين الرجلين بتوع التمثال الثاني نفرتاري الثانيه، بره خالص على اخر الشمال موت طوي. باجي بقى للتماثيل الجنوبية، بعرفها منين التماثيل الجنوبية؟ أفكركم بأن في واحد منهم متكسر والكسر بتاعه موجود تحت مرمي قدام التماثيل. حابي الشمال والجنوب ممثل أهو زي الناحية التانية بالظبط، وآدي الأسرى النوبيين لأن التماثيل في الناحية الجنوبية، فملامحهم هم الأسرى المقيدين بالحبال على القاعدة. وبعدين بشوف الست أميرات الموجودين عندي برضه، أول واحدة بره خالص بشوفها بتبقى نبت توي، اللي بين رجليه اسمها مش مكتوب ودي ملاحظة غريبة. التالتة بنت عنات، التمثال التاني جنب رجليه اليمين موت توي، ما بين رجليه أمون حرخبش في الوادي يال اللي اتصور في أبيدوس ابن نفرتاري اللي كان بيحبه قوي، ونفرتاري بتيجي آخر واحدة على رجله الشمال. على خير أشوفكم إن شاء الله، ندخل بقى جوه المعبد المرة الجاية إن شاء الله، ويا رب يقدرنا ونقدر إن احنا ننهيه في أقرب وقت، لأنه معبد من المعابد الجميلة اللي بتحتاج مننا العديد والعديد من
التفاصيل.